مهمات وطنية كتب الدستور لمصر في لحظة لم يحدث في تاريخ البشرية، أن كتب شعب دستور وهو يحارب حرب مباشرة في مدن وفي قرى ضد إرهاب مسلح أسود. لم يحدث. الشعب المصري بيحقق المعجزة الثالثة خلال سنتين ونص. أتحدى اللي يقول إن في شعب كتب دستور وهو في حالة حرب. عشان بس إيه نعرف إحنا داخلين على إيه؟ مش على التفاصيل، مش على النصوص. النصوص أنا هقولها في أربع سطور عبارة عن إيه؟ لكن لازم نعرف قيمة اللحظة التاريخية اللي عاشها الشعب المصري. الشعب المصري لما صار في 30 يونيو احتشد تاريخيا وأزهر العالم. 40 مليون خارجين في شوارع ومدن وقرى مصر كفايض النيل. النيل المرة دي لم يفض ماء وإنما فاض بشرة. أعدائنا المجانين ليه؟ لما يبقى في دستور بيتكلم على تفاصيل فئات الشعب المصري، مش بيقول بس عمال وفلاحين، بيقول صيادين، وبيقول حق ذوي الاحتياجات الخاصة مباشر، وبيدور على كل الشعب المصري رضيه في كل جغرافية مصر. بيتكلم على النوبة، بيتكلم على سينا، بيتكلم على الفئات اللي محتاجة انها تشارك في القرار. بيتكلم على عدم جواز تغيير لا المرأة ولا الإخوة المسيحيين، ما يصحش ومش موجودين في صناعة القرار، ولا الشباب اللي كانوا وقود الثورة وكانوا عنوانها. هذا الجيل الواعد، الجيل الواعد اللي يجب اننا نحطه في عينينا.